وبعدين هنروح كمان لموضوع مهم جدا الحقيقة، وأنا شخصيا يمكن الموضوع بيمسني بشكل مباشر. مين فينا ما عندوش ذكريات ولا اتعلم في يوم الأيام وصفة حلوة على إيد الشيف شربيني أو الشيف نجلاء ولا كل شيفات قناة سي بي سي سفرة اللي بنقول لها النهاردة كل سنة وانتي طيبة وقريبة، وكل الناس اللي بيشتغلوا على سي بي سي سفرة والقائمين عليها كل سنة وانتوا طيبين. 10 سنين عدوا والحقيقة عدوا بسرعة، عشان الأوقات الحلوة دايما بتعدي بسرعة. كل سنة وانتوا طيبين. الحقيقة سي بي سي سفرة طلعت في وقت يعني ما كانش لسه عندنا قناة طبخ خاصة بمصر، يعني بالعظمة دي وبالنجاح ده. الحمد لله أثبتوا في ال10 سنين اللي فاتوا إن إحنا متميزين جدا في أكلاتنا، في الشيفس اللي بيقدموا حاجات مختلفة سواء رجالة أو ستات، ومن أشهرهم طبعا شيف شربيني. بنحييه وبنقول له أنت عملت مجهود كبير عشان نجاح القناة دي، وكل سنة وانتوا طيبين وكل يوم وانتوا بتقدموا جديد للشعب والعالم كله. هو الحقيقة يعني أنا عايز أقول حاجة، وهو مش تحيز مني ولا إن شهادتي تبقى مجروحة. أنا بنتمي لشبكة سي بي سي، بس أنا شايفة إن سي بي سي تجربة إعلامية منفردة بذاتها في كل القنوات اللي يعني ملحقة بيها. سي بي سي سفرة بكل النجاحات اللي قدمتها والسبق اللي عملته في القنوات المصرية والعربية في قنوات الطهي أو برضو بعض المواضيع اللي تخص الأسرة. سي بي سي العامة بتاعتنا، سي بي سي دراما، يعني انا كمان يعني ممكن اكسترا كمان اكسترا نيوز، ده اكسترا نيوز جدا احقاقا للحق، دي عاوزه فقره لوحدها. دول عاملين مجهود جبار، بس انا عاوزه اقول ان انا يعني فخوره جدا وسعيده جدا ان انا بنتمي لمجموعه سي بي سي. عاوزين نحتفل طبعا بسي بي سي سفره بمناسبه مرور 10 سنين، واحنا كمان في عيدنا سي بي سي العامه تحتفلوا بينا ونحتفل بنفسنا، لان احنا فعلا كل فرد موجود في هذه الشبكه، شبكه سي بي سي بشكل عام، من أصغر حد سناً، مش هقول في مجهود، من أصغر حد سناً لأكبر حد بيشتغل بقلب وبضمير، وده توفيق من عند ربنا يعني إحنا محظوظين بيه، وأعتقد جمهورنا محظوظ بينا برضو. طبعاً شبكة سي بي سي الشبكة الأمة بتحتفل بسي بي سي سفرة النهاردة، اللي هي يعني المنتج الجميل جدا اللي واصل لكل ست وكل بنت. وكمان على فكرة عايزة أقول لكم حاجة، الرجالة بيحبوا يتفرجوا قوي على سي بي سي سفرة، وخصوصا اللي ليهم في الأكل وعندهم ذوق. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا ناجحين، كل سنة وانتوا دايما قريبين، كل سنة وانتوا مجمعين الأسرة المصرية على في مكان واحد على سفرة واحدة بكل الحب. نشوف حاجة كده عن سي بي سي سفرة والاحتفال بيها ونرجع تاني نكمل الكلام. احتفالات سفرة بعشر سنين كل سنة وإحنا وإنتم مع بعض سفرة بيكم ومعاكم مكملة في عيد ميلادها العاشر. يوم مميز مختلف وكل مفاجآت. انتظرونا يوم الخميس 1 يونيو 10 سنين وسفرة دايماً.